اسمي بنينة منت يحيى، أم لثمانية أطفال، رئيسة منظمة تفتح شركة غرب أهلك للحلويات قاطينة في نواكشو. والله الفكرة اللي كانت عندنا، احنا من 2018 وكنا نختار اللي رواية نعدلوه به نبقوا نوصلوا لها، والحمد لله عقبنا تصل بنا المشروع بامبيج الحمد لله، ودعمنا بفور ودعمنا بفلشدة تبارك الله، وعدنا الحمد لله نشتغل فيه تبارك الله، واستفادوا منه العليات الحمد لله. معاشي اليومي بعد أول أول وقرأت التركة الحمد لله، وعاد عندي محل وقايمة فيه ولا قد تبارك الله جبرت فيه مشكلة. والله التركة اللي عندي الحمد لله اللي نبقيهم مستقبلا يقرأوا يوصلوا لذيك القراية اللي الحمد لله يحصلوا على شهادات، عدوا فيهم دكاترة وعدوا فيهم عدوا حاصلين على الدكتوراه ويعودوا الحمد لله بشهاداتهم عليا، ذا كان نبقيه وطموحي لهم.